أمور قد تحول دون ضرب إسرائيل للمنشآت النووية الإيرانية وفق محللين وتقارير، يضاف إليها غياب الدعم الأمريكي لهذه الخطوة مع رفض إدارة الرئيس جو بايدن لها. العقبة الأولى تكمن في المسافة، إذ تبعد إسرائيل أكثر من 1000 ميل عن القواعد النووية الإيرانية الرئيسية، وللوصول إليها يتعين على الطائرات الإسرائيلية عبور المجال الجوي للأردن والعراق وسوريا وربما تركيا، وهو أمر مرفوض خاصة من قبل الأردن الذي قال صراحة إنه سيتصدى لأي اختراق لأجوائه مهما كان مصدره. أما العقبة الثانية فتتجلى في الوقود، إذ إن تحليق الطائرات الإسرائيلية كل تلك المسافة لضرب الأهداف ومن ثم العودة يتطلب إعادة التزود بالوقود جواً، وفقاً لتقرير صادر عن خدمة أبحاث الكونغرس الأمريكي. بينما تأتي العقبة الثالثة في الدفاع الجوي الإيراني، خاصة أن المواقع النووية الرئيسية في البلاد تخضع لحراسة مشددة، وستحتاج القاذفات الإسرائيلية إلى الحماية بطائرات مقاتلة، وسيتطلب ذلك حزمة ضربات يبلغ مجموعها حوالي 100 طائرة وفقاً لتقرير CRS، أي ما يعادل نحو 1/3 طائرات سلاح الجو الإسرائيلي البالغ عددها 340 طائرة ذات قدرة قتالية. ورغم أن تل أبيب تمتلك بالفعل قنابل خارقة للتحصينات، إلا أن منشأتي النووي الرئيسيتين في إيران محصنتان بشكل كبير، إذ تقع نطنز على عمق كبير تحت الأرض، وفوردو موجودة بقلب أحد الجبال. أما السلاح الوحيد القادر على فعل ذلك بحسب محللين فهو قنبلة الذخائر الضخمة MOB التي تزن 30,000 رطل، ويمكنها حفر 60 متراً في الأرض قبل أن تنفجر وفقاً للجيش الأمريكي. لكن من غير الواضح ما إذا كان لدى إسرائيل مثل هذه القنابل التي تمتلكها الولايات المتحدة حسب فاينانشال تايمز، وفي حال حصلت عليها فإن مقاتلاتها لن تتمكن من حملها وفق مسؤولين إسرائيليين، ناهيك عن أنها لن تكون قادرة على استخدامها أصلاً بدون دعم أمريكي مباشر أو غير مباشر.